والآن إلى أبرز أخبار كورونا في أنحاء العالم. أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 826 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر حصيلة في تونس منذ تسجيل أول حالة عدوى بالوباء فيها، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 13,000. شددت إسرائيل اليوم حالة الإغلاق الثانية على مستوى البلاد مع استمرار ارتفاع حالة الإصابة بفيروس كورونا، حيث صوت مجلس الوزراء على إغلاق جميع الأعمال غير الضرورية بما في ذلك الأسواق المفتوحة، ومن المقرر أن تستمر القيود مدة أسبوعين. يذكر أن إسرائيل تعلن يوميا نحو 7,000 حالة جديدة، ما يجعل تفشي المرض من بين الأسوأ في العالم من حيث معدلات الإصابة للفرد. وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل سجن رومية، أكبر سجون لبنان وأكثرها اكتظاظا، أكثر من 350 حالة، إضافة إلى خمس إصابات في سجنين آخرين، فيما ارتفعت مطالب أهالي السجناء بضرورة الحصول على عفو عام مع تفشي الوباء الذي عده نقيب المحامين اللبنانيين قنبلة إنسانية لا أحد يستطيع أن يتحملها. أهال غاضبون يطالبون بعفو عام لذويهم في سجن رومية. العفو العام عن أولادنا، العفو العام لأولادنا اللي عم بيموتوا بالسجون بكورونا، الكورونا عشعشت فيهم بقلب الحبس. أمهات موجوعات أتينا من بعيد، على الأرض جلسنا وهتفنا. أكل ما عم يطعمون، الدولة ما عم تطعم المساجين، المساجين عم تشكي من قلة الغذاء ومن قلة النظافة، المي مجرسمة والكورونا انتشرت برومي. يعني لازم المفروض يعملوا عفو عام شامل عن كل شباب لبنان. أهالي السجناء وقفوا أمام منزلي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري للمطالبة بإقرار العفو العام. من لم يصرخ لافتة وحزن وترج وأمل. اليوم نحن نزلنا على الطريق وما بقى رح نطلع من الطريق لنجيب العفو العام الشامل عن كل المساجين. رحنا لعند رئيس مجلس النواب وجينا على بيت الوسط وعند وزيرة العدل وزير الداخلية، عند جميع النواب والوزراء. ما حنطلع من الطرقات لنجيب العفو العام بأسرع وقت، ومانينا مضطرين ناخد أولادنا جسس من قلب الحبوسات. شباب فلسطينيون أيضا يموتون في السجون اللبنانية حسب ما يردد الأهل. نفس الوقت نفس ما اللبناني عم بنظلم بلبنان، في فلسطيني عم بنظلم بلبنان وعم بيكون عليه ظلم أكبر بالأحكام الكبيرة اللي هي عم تتساوى مساومات سياسية على ظهر الشباب. عم بتروح في شباب عم بتنام بالسجون مؤبدات وإعدام، ما في حدا عم بيسأل فيهم، ولا سفارة فلسطينية ولا أي حدا عم بيسأل ولا بحدا. شبابنا عم بتموت بالسجون. تعيش السجون في لبنان حالة غليان منذ شهور، وتحذيرات متواصلة من انفجار غير محسوب ومن حالات تمرد وعصيان، فكورونا تسلل إلى داخل الزنازين المكتظة، ومخاوف متزايدة من أن يفتك بالسجناء المغلوبين على أمرهم.